قبلها وما وإن ربك له العزة التي قبلها إن في ذلك التي قبلها فكذبوه التي قبلها قال ربي التي قبلها فأسكت عليه التي قبلها وما أنت ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية 62 من الآية التي بعدها الذين آمنوا التي بعدها لهم التي بعدها ولا يحزنون التي بعدها التي بعدها هو الذي التي بعدها التي بعدها قل إن وما أنتم عليه بفاتنين. أي سورة؟ سورة الصافات. الآية التي قبلها إلا عباد الله المخلصين. التي قبلها سبحان الله التي قبلها وجعلوا بينهم التي قبلها فاتوا بكتابكم التي قبلها أفلا تذكرون وإليه تقلبون. بأي سورة؟ العنكبوت الآية 21. الآية التي قبلها قل سيروا التي قبلها أولم يروا التي قبلها وإن تكذبوا التي قبلها إنما تعبدون التي قبلها إبراهيم التي بعدها فأنجيناهم التي قبلها وقد أرسلنا نوحا إلى قومه التي قبلها ولا يحملن أثقالهم التي قبلها وقال الذين كفروا التي قبلها ولا يعلمن الله التي قبلها من الناس التي قبلها والذين آمنوا التي قبلها ومن الناس يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نغلقكم التي بعدها سيحلفون التي بعدها يحلفون بالله التي بعدها الأعراب ومن الأعراب التي بعدها التي بعدها كم رقم 101 سورة التوبة التي بعدها وآخرون التي بعدها خذ من أموالهم التي بعدها أولم يروا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الآية الأولى من سورة الأنعام التي بعدها هو الذي التي بعدها وهو الله التي بعدها التي بعدها قد كذبوا ألم يروا التي بعدها ونزلنا عليك كتابا التي بعدها ولولا ولو جعلناه ولقد استهزئ قل سيروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رقم 82 التي قبلها وكيف أخاف التي قبلها وحاجه التي قبلها إني وجهت التي قبلها فلما رأى التي قبلها التي قبلها فلما جن على الليل وكذلك النري. يا إخوة الذي يغلطه ويخطئه بالكلمات بل بالأحرف بل بالحركات له هدية ضخمة. الذي يغلطه بكلمة أو بحرف أو بحركة هذا نموذج صغير لأولئك الصفوة الكرام الذين حفظوا لنا الوحيين. سمعتموه في كيف ضبط الكتاب وتسمعون الآن كيف ضبط أو ضبط الحكمة أو شيئا من الحكمة. الآن انتهى من محصل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام والذي دونه البخاري ومسلم كما أنه انتهى من الذي دونه أبو داود رحمه الله وهو في طريقه إلى ضبط وإتقان محصل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في دواوين السنة 30. طيب شهاد. نعم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أبي سعيد. سباب المسوق في أي كتاب؟ من في رواه؟ في كتاب الإيمان الحديث 51 باب خوف المسلمين من أن يحبط عمله. لقنوا موتاكم. أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم باب في تلقين الميت لا إله إلا الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. حديث من؟ حديث الخامس تنكح المرأة لأربع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مطل الغني ظلم. أبي هريرة رضي الله عنه اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حديث النعمان بن بشير. نعم. اللي بعده أبي هريرة اللي بعده كتاب الفرائض أسامة ابن عباس جابر لا يرث المسلم الكافر أسامة رضي الله الحرب عنه الحرب خدعة جابر رضي الله عنه. باب ما جاء في كتاب الصيد. حديث من؟ عدي بن حاتم رضي الله عنه. حديث أبي ثعلب الخشني. وحديث عدي بن حاتم الأبا. حديث سفيان بن أبي سفيان. وحديث حذيفة رضي الله عنه. وحديث عبد الله بن مغفل. وحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه. بارك الله فيك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.